غواصة يوم القيامة الروسية دخلت الخدمة، بتعتبر أكبر غواصة نووية اتصممت في الثلاثين سنة اللي فاتوا، إنها غواصة بلغراد النووية العملاقة، تقدر تمحي مدن ساحلية بأكملها. إزاي؟ بموجات تسونامي إشعاعية، يعني ممكن تعمل إعصار وتخلي المدن الساحلية غير صالحة للحياة. طولها 182 متر، فتعتبر أطول غواصة نووية في العالم. بتشتغل بمفاعلين نوويين بيزودوها بالطاقة، وزنها 14.7 طن، يعني ضعف وزن الغواصات البريطانية من فئة أستوت. وخلي بالك، بلغراد تحت المية مش لوحدها، لا، بتقدر تشيل 6 غواصات نووية مسيرة، بتشيل رؤوس نووية مدمرة، الواحد منها قد عربية صغيرة، وتقدر بقى تضرب أهداف مائية وساحلية على بعد 600 ميل، يعني حاجة كده آخر جحيم. وموجات تسونامي الاصطناعية اللي بتعملها طولها بيوصل ل 500 متر. المحللين العسكريين بيقولوا إن الغواصة دي أكبر من أي شيء لدى الغرب، حتى البحرية الأمريكية نفسها. والغواصات المسيرة اللي جوه الغواصة دي ممكن تروح تعمل مهمات، تقطع لك كوابل الهواتف والإنترنت، تروح تعمل مهمات استطلاعية، كل ده تحت سطح البحر ومحدش داري بأي حاجة، ودي بقى بتعمل خسائر كبيرة جدا. تفتكر روسيا بقى ممكن تستخدمها؟ شكرا، واشوفكم في حلقة جديدة.